وما زال الحديث أيضا متواصل عن حياة كريمة ومشروعات حياة كريمة. هذه المرة نتحول إلى سوهاج وزميل أحمد الأفيوني لديه المزيد أيضا من التفاصيل، لكن هذه المرة من سوهاج إليك. نعم دعاء، تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينك الكرام. بالفعل كما ذكرتي أتواجد هنا في محافظة سوهاج، واحدة من محافظات جنوب صعيد مصر، وتحديدا من أمام مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية الزوك التابعة لمركز ومدينة المنشأة جنوب محافظة سوهاج. هذا المجمع يعني دعاء هو واحد من ضمن 30 مجمع حكومي يتم تنفيذهم هنا على أرض الواقع في محافظة سوهاج، في القرى الأكثر احتياجا لتقديم خدمة حكومية للمواطن هنا في محافظة سوهاج. هذه المجمعات من شأنها أن تنقل يعني تقدم خدمة حكومية ونقلة حضارية للمواطن، هو من ثم سيتم يعني تخفيف العبء على المواطن في الذهاب إلى العاصمة لتلقي هذه الخدمة. محافظة سوهاج أيضا يعني دعاء واحدة من محافظات جنوب صعيد مصر التي حظيت خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، لعل من ضمنها مبادرة رئاسية حياة كريمة من خلال تنفيذ 1238 مشروع خدمي عملاق هنا على أرض المحافظة بحجم استثمارات تقدر أو قد تصل إلى 45.6 مليار جنيه على مدار هذه المشروعات. للمزيد من التفاصيل دعيني أستقبل معك وعبر الهواء مباشرة الأستاذ ممدوح عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة. أستاذ ممدوح، بداية برحب بحضرتك، لو تطلعني على أهم المشروعات التي بتحدث هنا على الأرض الواقع في مدينة المنشأة في محافظة سوهاج، يعني تكلفة هذه المشروعات، أهم المشروعات، إلى أين وصلت هذه المشروعات من تنفيذ بالفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم وفي أرض مركز ومدينة المنشأة. طبعا حضرتك احنا هنا في مجلس قروي الزوك الغربية التابع لمركز ومدينة المنشأة محافظة سوهاج، إحدى المراكز التي لها الأولوية الكبرى في تنفيذ المبادرة الرئيسية، داخلة بأكثر من 33 قرية تخدم من المشروع الرئاسي تنفيذا لتعليمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي في عهده أصبحت الأحلام حقيقية تنفذ على أرض الواقع. نرى ونشاهد كل يوم إنجاز حقيقي وفعلي في كافة المجالات، مشروعات ضخمة كبرى في مركز ومدينة المنشأة. احنا هنا بنشوف مجمع الخدمات، مجمع الخدمات ده من أهم المشروعات اللي سوف تكون بتقدم خدمة سريعة وخدمة ممتازة للمواطن اللي كان عشان يعمل خدمة بيتنقل من مكان لآخر ومن بلد لآخر. النهاردة المواطن بيخش مجمع الخدمات ده بيقضي كل مصالحه، بيخش يلاقي مكتب بريد، بيلاقي مكتب تضامن اجتماعي، بيلاقي شهر عقاري، بيلاقي سجل مدني، بيلاقي مركز تكنولوجي بيقدم فيه الخدمة، بيلاقي وحدة محلية، بيلاقي مجلس شعب محلي. كافة الخدمات تؤدى للمواطن في مكان واحد، بيوفر عليه عبء مادي وعبء معنوي وعبء مالي. يعني النهارده المواطن بدل ما يتنقل مكان في كل سفر بيتكلف اعباء ماليه، لا النهارده بيخش يقضي كل مصالحه في مكان واحد. النهارده يعني طفره كبيره، احساس من فخامه السيد الرئيس بالمواطن البسيط. الناس هنا مبسوطه جدا وسعيده بما تراه على ارض الواقع. ده مشروع من ضمن آلاف المشروعات اللي بتتم على أرض الواقع في مركز ومدينة المنشأة. أستاذ ممدوح، يعني حجم هذه المشروعات اللي بيتم بالفعل هنا على أرض الواقع كما ذكرت، كيف ساهمت هذه المشروعات في توفير فرص عمالة حقيقية لأبناء يعني المحافظة بشكل عام وأبناء مركز المنشأة بشكل خاص؟ طبعا حجم المشروعات اللي بتتم على مركز ومدينة المنشأة مشروعات ضخمة وكبيرة، مش مجمع خدمات فقط لا غير، لكن هناك مجمع زراعي، عندنا 5 مجمعات حكومية فيها نفس ما ذكرناه عن مجمع الخدمات الحكومية، في مجمعات زراعية فيها وحدة بيطرية وفيها مراكز تجميع ألبان، 5 مجمعات في كل مجلس قوي. عندنا برضو مجمع صناعات حرفية بتساهم لتنفيذ المشروعات الصغيرة دي، طبعا بتسهم بشكل كبير وفعال في إتاحة فرص عمل حقيقية موجودة على أرض الواقع. طبعا كل المشروعات دي بتخدم والعمال اللي فيها بالكامل من محافظة سوهاج،
وبالاخص في المركز المنشاه اللي هي فيه اللي بتتم فيه مشروعات. فطبعا احنا الحمد لله يعني محافظه سوهاج في هذا الزمن اصبحت جاذبه للعماله، لان المشروعات ضخمه وتحتاج لعماله كبيره جدا جدا. زي ما انت شايف في كل مكان هتلاقي هنا في داخل مجمع حوالي 7-8 مشروعات، مركز شباب بيتعمل من جديد، مجمع خدمات، مبنى وحده صحيه، مدارس، وحدات محليه، كل شيء في مكان واحد. بالاضافه لمشروع الصرف الصحي، مشروع الصرف الصحي بيصل لكل بيت في القرى والنجوع في مركز المنشاه. ميزانيه ضخمه، ميزانيه كبيره، نقدر نقول مثلا الميزانيه دي ممكن كانت خلال 100 سنه بتحصل في خلال شهور. فحلم اصبح واقع وحقيقه. نحمد الله سبحانه وتعالى على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعه مباشره من السيد الوزير المحافظ بكل ما يحدث بصفه يوميه، الحمد لله متابعه من مجلس المدينه مع الهيئه الهندسيه مع كافه الشغل، الامور بتمشي بطبيعه طيبه، الناس سعيده، الناس مبسوطه، احلام بنشوفها كل يوم، انجاز جديد. خلال الفتره الزمنيه المحدده ان شاء الله المشروع سوف يكون هناك افتتاحات جديدة على أقرب فرصة إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. إذن دعاء، كان هذا هو لقاؤنا مع الأستاذ ممدوح عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج حول أهم المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها هنا على أرض الواقع فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وعودة إليك دعاء مرة أخرى. نعم أحمد الأفيوني، جزيل الشكر لك ولضيفك الكريم من سوهاج، وكان أيضا متحدثا إلينا عن نفس الموضوع مشروعات حياة كريمة أحمد عبد الرازق من المنوفية. بالتأكيد جزيل الشكر لكم.